طب سؤالي بقى يا هادي، هل التفاوض ده لازم يبقى فيه انا بتفاوض معاكي على حاجه، لازم اقنعك او تقنعيني مش فقط، لازم. ولا ممكن مش لازم. نوصل مش لازم. انا اسيب لك حاجه وانت تسيبي لي مش حاجه؟ لازم. انا لو اقتنعت بوجهة نظرك، يعني لو سبت مجال في عقلي وفي روحي اني اقتنع باللي هدي بتقوله، انا برضو هكسب. طبعا. ما هو لو مفضل، لو ما فضلتش مصلبه رايي ورجلي طبعا، وهي بتهري وتنكت وتروح وتيجي، ما هو انا طول ما انا مصلبه رايي صح هنخبط في بعض. صح. لكن لو سبت مجال اني طب والله ليها حق، طب ما اجرب، طب ما هي برضو ممكن تكون انه ده لما قابل ده كان غصب عنهم، اللي هي ايه، اروح واجي. مع انا برضو لازم افك شوية، واس في كتير بقى من الامهات، لو انت بتتكلم عن فن التفاوض والاقناع فيما يتعلق بملف الامهات والابناء، وده مهم قوي 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 قوي. في امهات بيبقوا عايزين يتراجعوا بالمناسبة، يعني احنا ساعات كتير بنبقى عايزين ناخد خطوه للخلف من الكيس او بناخدها على كرامتنا، بنقول يعني الواد هينتصر عليا، طب شكلها بقى قدامه يعني بعد كده لما اجي موضوع تاني زي كده هيبقى عارف ان انا هرجع في كلامي، لا صممي. طب احيانا ما احنا ممكن ودي غلطة. التفاوض ده يوصل لمرحله، ده اللي انا بقوله، يعني مثلا اقول لابني ارجع الساعه 6 مثلا، هو لا هيرجع الساعه 10، طب ما نتفاوض نرجع الساعة 8. يبقى هو كده، ما هو ده التفاوض، ده التفاوض، مش لازم انا ينفذ هو رأيي او العكس، لا انا اقنعه ولا هو يقنعني. بالزبط. احنا نوصل لارض مشتركة، هي عبقرية التفاوض، ان انت او ان انت لما تفهم معنى كلمة التفاوض، هو مش الاقناع بوجهة نظرك خالص. صح. هو الوصول لمنطقة مشتركة مقنعة للاتنين. صح. والنجاح كله بيبقى في الحتة دي، لكن فرض الرأي والسلطة والقوة مش هو ده، مش تفاوض. صح. ده قهر. طب خلونا نرجع مع اولادنا يعني. صح. خلونا نرجع لملف الراجل والست فيما يتعلق بالتفاوض. الحقيقه انه اعتقد تهيألي يعني انه انت قلتي ايه، الست عارف، فاكر شويكار لما كانت بتقوله جدك كان قائد طبيعي، عارف ايه، انت بتنزل السوق تشتري، انت بتروح المدرسه تدفع المصاريف، انت يا حبيبي اللي بتديني المصاريف، بس انا اللي باخد معركه المصاريف والاتوبيس واللبس للمدرسة، احنا اللي بنخد النوع ده من التجارب، فبالتالي اثقلت عندنا مهارة وملكة انك تتفاوض وتصمم وتدوحر. حاجة تانية بقى خلتنا ندوحر. أيوة. انتوا حبايب قلبي. ما شاء الله. او النبي. عليك. لا انا ممكن اقول انتوا ما انت لما بتصلب دماغك اللي هو ايه، انت مش هتلبسي ده، انت مش هتنزلي دلوقتي، او انت مش هتروحي الماما، او انت مش عارفه ايه، او انت ايه، او انت إيه؟ وغيرها من الملفات، يعني اكثر تفاهه او اقل تفاهه، يعني اي مكان، انت بتعلمني ان انا، ما انا هعمل ايه، ما انا لازم اللي انت بتسموه بتشغلي الزنانه، ما انا لازم اتفاوض معاك، ما انت لو طول ما تربينا كده برضو، ان انت لازم تسيسيه، وان انت لازم بالراحه عليه، اللي هو ايه يعني تأدبا، الناس تسميه ايه، احتويه. لا انا ممكن ارجع، ممكن انت تمام اوكي، بس انا هرجع لقبل كده كمان، بمعنى من وجهة نظري قد اكون مخطئ، ان البنت عندها الاقناع والتفاوض اكتر. ليه؟ لانها يا عيني من صغرها هي بتحاول تقنع الاخرين بوجهة نظرها دايما، لكن الولد انا هعمل كده خلاص. لكن البنت يا عيني بتبقى دايما بتحارب على وجهة نظرها. على صح يا سامح جدا، كلامك مظبوط جدا، فبقى خلاص تلقائي. صحيح. هي دايما علشان تقول وجهة بناضل نظرها، بتناضل طول الوقت، بتناضل عشان توصل وجهة كمان نظرها، عشان لو عايزه تروح رحله في الجامعه فتقعد، او في المدرسه فتقعد تناضل عشان تقنع. انت ما كنتيش بتطلعي اي رحلات طبعا، هما كانوا بيخافوا عليكي. بس كنت بقعد اقنع فيهم يا حبيبي. ما هو دي مفاوضات، عشان تتأخر بره، عشان تروحي عيد ميلاد وتتأخر فيه، عشان لو عايزه تلبس حاجه. صحيح. مثلا بتاع، ففعلا ملكه التفاوض دي زي ما انتم بتقولوا بنكتسبها واحنا صغيرين. صحيح. بس على فكره، على قد ما ده ظالم للبنت، على قد ما بعتقد ان هو يعني بيساعدها على انها تكتسب حاجات مهمه جدا، مهاره، ما دي مهاره طبعا.